للأسف الشديد الخلاف السياسي في ليبيا لا يمارس في البرلمانات ولا يمارس في يعني في الجهات المخصصة لهذه الخلافات، ولا يرضى بعض الأطراف بالرجوع كذلك إلى القضاء، فالنتيجة ستكون هي يعني الاستهداف المباشر، يعني سواء كان بالاغتيالات سواء كان بالخطف لكل مخالف للرأي أو لكل حتى يعني مؤيد لرأي مخالف. نحن رأينا تجربة كاملة في مدينة بنغازي، للأسف الشديد أهلنا في المنطقة الغربية لم يستفيدوا جيدا، وهذا ملاحظ جدا مما نشاهده الآن في المنطقة الغربية، لم يستفيدوا شيء من مما يحدث في الشرق الليبي، و يعني إن لم يكن هناك رجوع إلى 2011 وتأكيد، ولا زلت أؤكد أن دور المواطن هو الأساسي في كل شيء، لأن المواطن هو الذي يقع على عاتقه هذه النتائج المزرية، هو الذي يعاني من هذه الأزمات سواء كانت الأمنية أو الاقتصادية أو غيرها من الأزمات. فلا تنتظروا حلا من بعض الشخصيات، لأن للأسف الشديد الحراك الشعبي ضعيف، السياسي الوطني الذي نريده أن يتصدر المشهد نعم. لن يستطيع أن يفعل شيء إلا إذا كان هناك حراكا شعبيا صحيحا، حتى لا يسمح لأي شخص كان بأن يستغل أو يفرض علينا فرضا ويقوم يعني بممارسة سياسة ويباح فيها كل شيء سواء كان من اغتيالات أو من خطف أو من فرض رأي يعني.